خليني اروح ليه استاذ علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الاسماعيلي، وبقاله فتره الصراحه يعني ما كانش موجود معانا، وبنسعد دايما بتواجده معانا في الفتره القادمه والمباراه القادمه الصعبه في الدوري الممتاز الاسماعيلي والبيراميدز. اكيد مباراه هتبقى طابع خاص للقاء، وطبعا بناء على قوه الاسماعيلي اللي بقت موجوده، وبناء طبعا على قوه نادي بيراميدز اللي حتى الان طبعا في المركز الرابع في الدوري الممتاز. استاذ علاء تحياتي لحضرتك. مساء الخير كابتن محمد، ومنور دايما، وانت اللي وحشني جدا يعني، واهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين. يعني لازم بقى وانت موجود معانا، قبل كده كنا بنكلمك في الوقت الصعب، دلوقتي الوقت بقى جميل بالنسبه لنادي الاسماعيلي. ونقول لك طمنا بقى الفتره القادمه كابتن ايهاب جلال والاستعداد للماتش اللي جاي امام بيراميدز. بشكرك جدا. هو النهارده كان الاسماعيلي كان الاول كان عمل معسكر في الاسكندريه، ولعب من خلال المعسكر مباراتين، مباراه مع ابها السعودي ومع كفر الدوار، وفاز في الاثنين. النهارده رجع من المعسكر بالامس، والنهارده كان في لقاء ودي مع الطائي السعودي اللي بيعسكر هنا في الاسماعيليه. الاسماعيلي فاز بهدفين لفخر الدين بن يوسف وشيلونجو. المعسكر يعني الاسماعيلي استفاد منه جدا. عايز اقول لك ان المعسكر ركز جدا على استيعاب الفكر الفني للجهاز الفني للنادي الاسماعيلي لقياده كابتن ايهاب جلال، رفع معدلات اللياقه، الاستعداد الجاد لمباراه بيراميدز. هي اتاجلت يومين، كان من المفترض انها تقام النهارده، لكن اتحاد الكره اجلها ليوم الاربعاء، وبالتالي اصبح الاسماعيلي هيلعب باذن الله 7 مباريات في 19 يوم. يعني هيبقى رقم اعجازي تاني وبالضغط كبير. ربنا ينجي بس لعبتنا، مش الاسماعيلي بس، كل انديه الدوري كل الانديه في نفس الوقت طبعا. ان تولي المباراه دي يعني الفرق ما حدش خد راحه. يعني انت عارف حضرتك لسه بتتكلم حضرتك على محمد صلاح وعن الدوريات، الواحد بيبص الدوريات اللي تم تحديد انطلاقها يوم 16 اغسطس، والدوري الانجليزي يوم كذا، كل حاجه معروفه مواعيدها، احنا اللحظه دي مش عارفين هنخلص امتى. وبعدين موسم ممتد، موسم طويل جدا، الله يكون في عون كل اللعيبه اللي شاركوا في 27 يا استاذ علاء، مش الجدول برضه انتوا هتخلصوا 26 27؟ هو ده اخر مباراه للاسماعيلي يوم 27، بعد كده في معسكر للمنتخب، ولكن 27 اغسطس يعتبر ميعاد طويل جدا. طب انت هتبدا الموسم الجديد امتى؟ اللعيبه دي هتاخد راحه امتى؟ اللعيبه الاجانب المحترفين معاك اللي الدوري بدا في كل الدنيا وهم موجودين وملتزمين انهم يكملوا مع نهايه الموسم، في مشاكل كتير هتحصل لانديه كتير بسبب بعض اللاعبين المحترفين. المهم ان الدوري امتد قوي وطال قوي، وكل الانديه يعني اتضرت، مش نادي واحد ولا خلي بالك يا استاذ علاء، وانت بتكلمني كده كان هتبقى ايه الموقف لو كان المنتخب الاولمبي كان طول كمان؟ يعني انا كنت اتمنى انه يطول، ولكن طبعا كلنا كنا، لكن اللي انا مستغربه انه يتحط جدول بناء على الدور الاول، وبعد كده لما المنتخب وصل يتحط جدول تاني، وبعد كده طب الحاجات دي ما اتحسمتش من الاول ليه؟ ما كان الكل يلعب من غير لعيبته في المنتخب الاولمبي والدوري يستمر، ماتشات المؤجله والماتشات يعني بص من النهايه لا، دوري صعب جدا. الله يكون في عون كل الفرق وكل المديرين الفنيين وكل اللاعبين. ولكن ارجع للاسماعيلي، اقدر اقول لك الكابتن ايهاب جلال عمل شغل رائع، شغل يعني خلى الاسماعيلي انتشله من مكان وخلاه في مكان برضه مش طبيعي لينا. يعني احنا برضه ما زلنا بنبحث ان احنا ننهي الدوري في المربع الذهبي، وده حقنا في الطموح. وفي نفس الوقت امكانيات الاسماعيلي الفنيه من خلال جهاز فني قدير واللاعبين والاداريه تسمح ان الاسماعيلي مش بعيد كمان يا استاذ علاء، انت 35 البيراميدز 41، يعني الامور مظبوط. وبعدين يعني احنا عندنا 4 مباريات ناريه، بيراميدز، الاهلي، الزمالك، انبي، يعني الاربعه ورا بعض ان شاء الله نخرج منهم باحسن نتائج، والنتائج والاحسن نتائج بالنسبه لنا دلوقتي بقت الفوز، وخاصه ان باحصاء بسيط الاسماعيلي هو اكثر فرق حصدا للنقاط في الدور الثاني او فقدانا للنقاط هو اقل فريق. فبالتالي يعني الاسماعيلي بيقدم مردود قوي جدا، وماتش بيراميدز هيبقى ممتع على فكره، وهنشوف مباراه رائعه. اتمنى طبعا الفوز للاسماعيلي، ولكن هنستمتع بيها. وباكد لحضرتك ده ان الاسماعيلي الحمد لله فخر الدين بن يوسف كان فيه مشكله في العوده والتاشيره والاقامه، الحمد لله رجع ولعب النهارده واحرز هدف. شيلونجو كان فيه كلام كتير طلع انه مش عارف مصاب، لكن الحمد لله بخير وسليم، والنهارده لعب واحرز هدف في المباراه الوديه. فنأمل خير وان شاء الله الاسماعيلي يقدم يعني يمتع الناس بكوره جميله في الفتره الجايه ان شاء الله. الصفقات الجديده يعني هل تم الامور مناقشه الامور دي الخاصه بالفتره؟ يعني انت خلاص بتقترب برضه، انت بتستعد، ممكن الامور تلاقيها لازقه في بعض، يعني الدوري يخلص معسكر المنتخب وماتش طبعا ماتشين للمنتخب الوطني، والامور بعد كده
الدوري يرجع، فلازم يتم حسم بعض الصفقات بالنسبه لنادي الاسماعيلي. اكيد انا معاك، انا معاك، واللجنه الفنيه شغاله، ولكن خليني اخد من تصريح كابتن عماد سليمان مشرف الفريق وعضو اللجنه الفنيه لما قال ان الكابتن ايهاب جلال ما طلبش مين اللي يتم الاستغناء عنه او مين يجي، هو مركز جدا في المباريات ديت، ولكن في تقرير فني كابتن ايهاب هيعمله. انا واحد من الناس اتمنى استمراريه الجهاز الفني، اتمنى العمل من دلوقتي من اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها في تنفيذ طلبات كابتن ايهاب في استحضار مين يجي، حته مين يمشي لم يتم تحديد اي اسم. ان هما نفس التصريح قالوا كابتن ايهاب جلال ان لسه عندي 7 مباريات وبالتالي محتاج كل لاعب، فكابتن ايهاب ما حددش عشان ما يعملش يعني مهزه في الفريق. ولكن في النهايه ارجع اقول الناس تطمن، في لجنه فنيه قديره، في مجلس اداره متعاون مع اللجنه الفنيه، في جهاز فني قدير، اكيد مصلحه الفريق هم عارفينها كويس جدا، ولكن هم تركزهم في الفتره دي على المباريات الصعبه، ولكن في خلال هذا الاسبوع او الاسبوع اللي بعديه باذن الله هتبان امور كثيره جدا ايجابيه لصالح النادي الاسماعيلي. استاذ، انا بشكرك ونتمنى نشوف مباراه جيده للاسماعيلي وبيراميدز في المباراه القادمه يوم الاربعاء، وده اللي بنتوقعه من خلال طبعا قوه نادي الاسماعيلي وايضا قوه نادي بيراميدز المتواجد دلوقتي في المربع الذهبي.